اهلا زوزينة. اهلا 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 عبد السلام، ازيك؟ ازيك يا دكتور؟ ازيك يا دكتور؟ ازيك يا استاذ؟ يا النور يا الهنا، وحشني. ليك وحشه والله يا دكتور. يا حبيبي ربنا يبارك فيك، انت اللي وحشني جدا. الله يخليك. ازيك يا استاذ احمد؟ معلش طبينا عليك كده من غير ميعاد. اوعى تقولي كده، انتوا تيجوا في اي وقت على دماغي من فوق وعشناك طبعا. والله الاستاذه امل صممت تيجي لك لحد عندك عشان تتاسفي. ليه تاسفي ليه؟ على اللي عملته معاك، ومش جايه عشان اعتذر وبس، انا جايه اقنعك ترجع الكليه وتكمل دراستك، واللي هفضل عايشه بالذنب طول عمري. لا لا، مش عايزك تعيشي باي ذنب، انا بعتبر اللي فات ده ماضي خلاص وانتهى. وبعدين صدقيني انت عملتي لي اكبر خدمه في حياتي، وانا يا ستي مدار ليكي بالبيانو بدل البيانو اللي اتكسر. مش معقول يا استاذ احمد، انت بتحرجني، انا كنت فاكراك هتتخانق معايا او مش هترضى تستقبلني اصلا. يا ستي احنا ولاد بلد ونفهم في الاصول، وانت على دماغي في اي وقت وفي اي مكان. طب انا عايز اقول لك انك خدمتيني خدمتين، اولا انك بلغتي عني، ثانيا انك اديتيني فرصه عشان اصلح اللي اتكسر ما بيننا. ايه ده اللي اتكسر ما بيننا؟ بيه. مش معقول يا استاذ احمد، بجد بتحبني بذوقك ولطفك وكرم اخلاقك. اهو كمان استاذ احمد دي في الحياه ملهاش اي مكان هنا في المصمت اللي احنا فيه. انا عايزك تقولي لي يا احمد على طول. هزار الرئيس قال نكتة واحنا مش فاهمينها يا محمد. وحتى لو نكتة تبقى نكتة دمها تقيل قوي يعني. يا جدع بطل ضحك، ما تستفزنيش، كفاية التخاريف اللي احنا سامعينها دي. لا لا لا، ايه تخاريف؟ ايه تخاريف؟ ايه يا محمد تخاريف؟ ايه يا راجل، ده كلام عاقل وعاقل قوي 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 كمان. ايه الكلام ده؟ وفين العقل بقى في انه عايز يروح اسرائيل؟ شافها من منظور تاني خالص غير اللي كل الناس شايفاه يا محمد، بما فيهم اسرائيل. طب وما تقولش ليه انه متفق معاهم؟ يا سلام، ده لو كده يبقى اتفاق قوي قوي قوي، ومعناه انه فاهم موقفه قوي قد ايه. محمد انا اسالك سؤال بس قبل ما تجاوب، فكر كويس قوي، ايه اللي بعد الحرب؟ انهي حرب؟ حرب 73. حرب 73 لسه ما انتهتش يا دكتور، يا دوبك لسه بتبدا. ما انتهتش ازاي يا محمد؟ حرب 73 عدت من كام سنه؟ شوف احنا دلوقتي في سنه كام يا عم؟ طالما ما حققتش اهدافها تبقى لسه ما خلصتش يا حبش. برافو عليك يا ابو حميد. كان ايه الهدف؟ ان احنا نرجع سينا، ده على الاقل. ايه بقى اللي عرفك ان اللي قاله ده ما يكونش اول خطوه في رجوع سينا؟ يا محمد سبق قبل كده وقلت لك فكر في الحاجه قبل ما تقول لا، لو قلت اه هتكسب ايه؟ ما تاخدش الحاجه بالظاهر، فكر يا محمد. اللي ما يعجبكش النهارده بكره هو هيعجبك. الكلام اللي قاله السادات ده ملوش غير معنى واحد، ان احنا خايفين من اسرائيل ورايحين نبوس ايديهم ونقول لهم لله محسنين والنبي رجعوا لنا ارضنا. يا جماعه انتوا بتتخانقوا ولا ايه؟ شوف احمد، محمد مش مصدق الكلام، وقال لنا هو مش مصدق ليه؟ قول لنا بقى يا دكتور حضرتك مصدق ازاي؟ علشان هو ده بالظبط اللي انا عملته مع الحاج محي. ازاي يعني؟ انا امنت ظهري بعدوي، وهو ما كانش فاهم، بس انا عملت كده خلاص نسيته بقى، مش هفضل افكر فيه طول العمر، افكر في اللي جاي ايه؟ مستقبلي ايه؟ شغلي ايه؟ مشاريعي ايه؟ وظهري متامن بيه. تصدق ده منطق يا محمد؟ منطق ايه انت راخر؟ انت فاهم حاجه؟ ده رايح اسرائيل يتصالح معاهم ويحط ايده في ايديهم. يا حبيبي اسمعني، واسمعني انت كمان. الصلح مش قاعده وحطت ايد في ايد وخلاص وانتهت على كده، الصلح اتفاق. انا لما رحت المحي رحت له ليه؟ مش عشان اتصالح معاه طبعا، رايح عشان اتفق بس، وانا قوي ومسيطر. والسادات عمل كده، قوي ومسيطر ومنتصر، هيعمل اللي هو عاوزه. وبعدين انا عايز اقول لكم على حاجه، انتوا الاثنين اللي يعمل اللي عمله احمد توفيق لا يبقى عمل الصح. صح، الله ينور عليك يا ريس. لا تصالح، ولو وقفت ضد سيفك كل الشيوخ والرجال التي ملأتها الشروخ، هؤلاء الذين يحبون طعم الثريد وامتطاء العبيد، هؤلاء الذين تدلت عمائمهم فوق اعينهم وسيوفهم العربية قد نست سنوات الشموخ، لا تصالح. فليس سوى أن تريد أنت فارس هذا الزمان الوحيد، وسواك المسوخ، لا تصالح، لا تصالح.
أعتقد أعتبر اللي حصل ده خيانة وطن. خيانة الوطن دي يعني خيانة عظمى. طبعا ده رأيي تقريبا. سوري يا بنت، احنا زي ما يكون متفقين يا أمل. عارف اللي حصل ده معناه إيه؟ ليه 100 معنى. تقدري تعتبريه يا ستي خوف، خيانة، استسلام، خنوع. تقدري تعتبريه نكسة تانية. ومعناه كمان إن كان في نية مبيرة. الموضوع لا كان صدفة ولا وليد اللحظة. واضحة جدا، وليد لحظة ازاي؟ واضحة جدا. وبعدين انت استني، انت ازاي تبقي منتصرة؟ منتصرة يعني مسيطرة، وتروحي بنفسك لعدوك؟ ده لسه جاري من قدامك زي الفار. أنا بقى حسيت بالحكاية دي أول لما لقيت اسم كاسنجر في الموضوع. يا سلام. يا سلام على الذكاء والفطنة. والله يا أمل أنا مفتقد في حياتي الحوارات اللي من النوع ده بشكل لا تتصورين. يا سيدي النوع ده من الحوارات متوفر، أنت اللي غير متوفر. عندك حق. مشغوليات كتير قوي هي اللي خلتنا اتاخر عنك طول الفتره اللي فاتت دي. مشغول في ايه بقى؟ حاجات كتير قوي هقول لك عليها، بس لما تسمحي لي اني انفرد بيكي. ما انت منفرد بيا اهو. لا انفرد بيكي بره الاتيليه يعني بعد اذنك يعني. تعالي معايا. على فين؟ تعالي معايا بقى اتفضلي. يا احمد فهمني احنا رايحين فين، ما بحبش ابقى مش فاهمه كده. يا ستي هفهمك، احنا جايين عشان نقابل اللي مستنينا ده. هو مين ده؟ اهو 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 بصي ده. ايه ده يا احمد؟ مش ممكن، ده علشاني انا؟ في الحقيقة لا، ده عشان هو. ما هو ده البيانو ابن المحظوظة، المحظوظ ابن المحظوظة اللي هتقعدي عليه وتعزفي بيه أمامك. أنا مش عارفة أقول لك إيه يا أحمد. قولي أي حاجة يا أمل، أي حاجة. من غير زعل؟ يا ستي أزعل ليه بس؟ لا إله إلا الله، اتفضلي قولي بقى. لأن بالرغم من تقديري الكبير للي أنت عملته، أنا مش هقدر آخد البيانو ده. ليه اللي بتقوليه ده؟ أولاً لأن مفيش حاجة بيني وبينك تخليني أقبل هدية زي كده، ده لو أنت جايبه على أساس إنه هدية. ولو جايبه بدل البيانو اللي اتكسر برضه مش هقدر اخده، لان مش انت اللي كسرته. ايوه بس كده يا امل انت بتزعليني جدا وبتحرضيني كمان. بحرضك على ايه؟ لان كده تبقى عايزاني يعني اعمل اي حاجه عشان يبقى في سبب عشان تقبل الهديه. كده ما يبقاش تحريض. امال يبقى اسمه ايه ده؟ تلكيك. والله اللي تقولي عليه تلكيك، تحريض، او اي سبب يخليك تقبل الغلبان اللي واقف في الطل ده. طب قولي لي يا امولو، هو انت لو حبيتي توزني العقل في كفة والقلب في كفة، تفتكري من وجهة نظرك يعني مين فيهم على طب اكتر؟ ايه؟ ويلي هو سؤال غريب شوية، بس على فكرة مش اي حد بيعرف يجاوب عليه. العقل طبعا. تمام. طب والقلب؟ كل حاجة ليها وقتها. طب انت رأيك ايه؟ لا انا عندي رأي تاني خالص. ايه هو بقى؟ الحقيقة انا من وجهة نظري يعني ان القلب والعقل هم قوة الدفع لأي مشكلة أو أي موقف في الحياة. إزاي يعني؟ أنا هسألك سؤال، أنت دلوقتي لو في شخص معجبة بيه، مثلاً ما تقفشيش كده، مثلاً، افتراضي يعني، ومش عارفة تعرفي عنه أي حاجة، وفجأة جات لك فرصة إنك تسألي عن حاجات معينة فيه، إيه أكتر حاجات هتسألي عليها؟ يلا. إيه كل الأسئلة دي؟ جاوبي يا أمل. هسأل عن أخلاقه. شطور. مؤهلاته. برافو. أفكاره السياسية. تمام 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 تمام. طيب مين بقى في الحالة دي اللي بيسأل؟ أنا. عقلك، في حين إن اللي حركك أصلا عشان تسألي عن الشخص ده هو قلبك. صح، بس أنا برضه مش عارف أنت عاوز توصل لإيه. أنا عايز أوصل لعقلك وأموت وأوصل لقلبك. إيه ده؟ أيوه أنا نفسي إنك تستخدمي عقلك وتحكمي على قلبي. تتجوزيني يا أخي. أنت بتقول إيه يا أحمد؟ أيوه. إيه مالك؟ عايزك تستخدمي كل الحواس اللي عندك، القلب والعقل. استفتيهم. بس حطي في دماغك، أنا عندي بنت صغننة زي القمر. معنى كده إنك تتجوز؟ بنت صغننة ومتجوز؟ يا راجل دي تفاصيل. اتفضل يا حجيجة. مرة واحدة تبقى دغري وتقول لي احنا رايحين على فين؟ يا حاج على عين الاتنين، قول ان احنا رايحين نغير جو. ايه؟ ناوي توديني كباريه؟ يا ريت، بس ما ينفعش يا حاج، فلوسنا تخاف تدخل الكباريه. ورقة التوت اللي عليها سترها وغطاها هيتشال، يعني ملف أمن دولة. كل أعوذ برب الفلق، ما تفولش في وشي. وبعدين يا أحمد احنا فلوسنا 100 100. ما أنا عارف يا حاج، بكرة مصيرة هتتشبه، مفيش مشاكل يعني. ده تقلقني ليه؟ رايحين فين؟ اقعد بس وهقول لك. الا ما بحبش الالغاز. والله ما في اي الغاز يا حجيجه. ببساطه كده يا حاج، احنا في رحله صغيره طالعين لفوق، وده معناه اننا ضد الجاذبيه يا حاج. عشان كده لازم نتخفف من كل الاعباء اللي تخلي وزننا الطبيعي يتعبنا واحنا طالعين لفوق.
مش عايزين اي حاجة تشغلنا عن سكة السوق. انت بسلامتك ايه بقى اللي شغل؟ بحبها. بت ايه يا اخويا؟ والحب ده شاغلني قوي قوي قوي، وعشان كده قررت اتجوز. تتجوز؟ تالت يا احمد؟ انت مستعبط يا احمد. اطلع اطلع، ربنا يهديك يا رب. بتعمل ايه يا احمد؟ اتفرج يا عم. يا عم ما يصحش الناس تقول ايه، بتفتش في حاجتهم ليه؟ سيب بس الحاجه دي بس. اسمع بس، ده في فيردي والنقشبندي وطه الفاشني. يا عم سيب كل حاجه مكانها. ايه ده؟ بص ايه رايك في البيانو ده؟ في شويه خشب حلوين. شويه خشب حلوين؟ ايه رايك فيه يا جدع؟ بقول لك رايك فيه. رايي فيه؟ انا بالنسبه لي الطبله احسن منه. اه طبعا، بس بص الصوت ده. جرالك ايه يا احمد؟ من امتى انا بفهم في بيانو ولا في بانيو ولا الكلام ده؟ لا انا غيرك بقى يا حاج. انا نزلت واخترت احلى واغلى بيانو واشتريته. اشتريت ايه؟ بيانو يا حاج. وهتحطه فين يا حبيب ابوك؟ في المصمط؟ لا اهو حطيته هنا اهو. اهو هو ده. بمناسبة ايه؟ بمناسبة امل. امل؟ ده انت مالي ايدك منها بقى. مع ان كان بينا مصانع الحداد يا فتحي. وبعدين؟ ولا قبلين لقيتها مختلفة عن كل الناس. مختلفة عن سميحة وصباح؟ بس يا جدع انت على صباح ايه؟ امل ما تعرفش ان في صباح، تعرف ان في سميحة، ما تجيبش سيرة صباح. والله العظيم يا احمد اللي يفتح دماغك تلاقي فيها النسوان مع الشيشة. انا مش فاهم بتلاقي وقت للشغل امتى؟ الكلام ده مش صحيح. استاذ احمد، بالنسبة لموضوع امل طلب حضرتك مرفوض. ولا خفتي عليا؟ خفت منك طبعا. كان لازم اشوفك يا عم. يا سلام، انت علشان تشوفني تعمل فيا كده وتعرض نفسك للموت؟ طيب شفت الورقه دي؟ قررت انا احمد توفيق وانا بكامل قواي العقليه ان القي بنفسي امام السياره خلاصا من حياتي والتي لا اريد ان اكملها بدون امل، ولهذا قررت الانتحار. احمد توفيق. ليه؟ عشان بحبك يا امل. يا سلام، هو اللي يحب حد يعمل فيه كده؟ كان نفسي اقول لك ان في عندي فرصه مش هتلاقيها عند حد غيري. دي فرصه ايه دي بقى؟ تصوري يا امل واحد عنده استعداد ينهي حياته تحت عجل عربيتك عشان بيحبك. فكري كده، لو اديتوله فرصه تعيشوا مع بعض ممكن يعمل لك ايه ويحقق لك ايه؟ بس اللي انت عملته ده يخوف، ده تصرف واحد ما عندوش اي نوع من انواع العقل. اتصرفت بكل العقل، كل الاصول. رحت لجدك عشان اطلبك منه ورفض. انا ما بسالكيش رفض ليه، كمان مش عايز اقولك ان اللي عمله ده ممكن يكون هبط عزيمتي تجاهك. لا انسى، ده زادني اصرارا على اصرار. هو انا مطلوب مني ايه دلوقتي؟ مطلوب انك تسمعي كلامي لو ممكن. قبل كده كان ممكن، وبعد كده مستحيل اسمع كلام واحد مجنون زيك. وبعدين بقى يا عمل، الجنون على فكره بيبقى احيانا هو الوسيله الوحيده عشان توصلي للي قدامك، خصوصا لو كنت جربتي معاه العقل. وبعدين المغامرة ما هي نوع من أنواع الجنون، وأنا مؤمن جدا بنظرية يفوز باللذات كل مغامر. ما تخلينا سوا أنا بقى. لا طبعا يا بنت، خلينا سوا حد أبوك. خلينا سوا. لا أيوة كده يا شيخة. تعالي